شركة واسروك الكندية، الشركة المتخصصة في مجال التغليف والهندسة والميكانيك، شركة لديها خبراء تصنيع تستخدم العلوم التكنولوجية الرائدة لدفع الابتكار في مجال التعبئة والتغليف. شركة لديها أكثر من 320 منشأة تصنيع بمختلف المناطق الكندية، وأيضا لديها عدة فروع بمختلف الدول، كل من كندا وأوروبا والمكسيك، الأرجنتين، البرازيل والهند والصين وأستراليا والعديد من الدول. شركة كبيرة والتي توظف بشكل مستمر العديد من التخصصات والعديد من المجالات. شركة ويستروك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة تحفز من الرغبة المشتركة في تشكيل مستقبل أفضل والمستدامة في الصناعة. لديك خيارات مهنية في كيفية التعلم والنمو، سواء كانت الهندسة أو التصنيع أو المبيعات أو السلامة أو التمويل أو تكنولوجيا المعلومات. لديك فرصة هائلة للمساعدة في تشكيل ثقافة شركتنا وبناء مهاراتك وتنمية حياتك المهنية في أكثر من 300 موقع عالمي. تخصص الجودة الهندسية، صيانة عمليات التصنيع، التمييز التشغيلي لسلسلة التوريد، السلامة وتطويرات استدامة بحوث الابتكار، تسويق مبيعات الاتصال، القانونية، الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، مجال الاحتراف المهني المبكر ومجال التكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. إذا إخوان، في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى أو تكلم على شركة ويستروك، الشركة الكبيرة جدا والتي تستقطب العمال الأجانب من مختلف الدول بعقود عمل مؤقتة أو عقود عمل دائمة على حسب المجال وعلى حسب المستوى الدراسي. إذا إخوان، سنشاهد التفاصيل وطريقة تقديم الوظائف. كل ما عليكم إذا كنتم زوار جدد عليكم الآن الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد، ولا تنسوا لايك للفيديو. على بركة الله. ابحث عن الوظائف الشاغرة. لدينا هنا 962 وظيفة مفتوحة. مطلوب طاعن باكر، مطلوب مدير حساب العمليات، مطلوب عالم البحث والتطوير، مشرف إنتاج جودة تكنولوجيا، مطلوب معاون إنتاج، عضو فريق الإنتاج، والعديد من فرص العمل. إخواني أخواتي الكرام، هذه الفرص مفتوحة حاليا، فرص عمل بتاريخ اليوم كما تلاحظون، تاريخ البارحة بالنسبة لهذا الإعلان، يعني إعلانات جديدة وحصرية. الشركة توظف بشكل مستمر. هذا الإعلان تم نشره اليوم. شركة تنشر الإعلانات الخاصة بها أو المناصب الشغل على موقعها الرسمي. إذن يمكنكم تفحص جميع الإعلانات المتوفرة في الشركة إخوان عبر الصفحات كما تلاحظون، لدينا هنا تقريبا 10 صفحات. إذن طريقة التقديم، سوف نقوم بالدخول على سبيل المثال إلى هذا العرض مشرف إنتاج. إذن سنقوم بالضغط مباشرة على يتقدم. طريقة سهلة جدا وبسيطة إخوان، لن تتطلب منكم أي وقت طويل وأي جهد. من خلال الهاتف يعني في ثواني أو في دقيقة يمكنك التطبيق أو إرسال الطلب الخاص بك. جيد، إذا هنا لدينا خيارات إخوان أخوات، تحميل استئناف أو استئناف لصق أو بدون استئناف. إذا سنختار الخيار الأول، سوف نقوم باختيار تحميل استئناف، نقوم بتحميل السيرة الذاتية. جيد، هنا سنقوم بإرفاق السيرة الذاتية، تكون منجزة باللغة الفرنسية والإنجليزية وتكون بالطريقة الكندية. ستجدون فيديو يوضح طريقة إنشاء سيرة ذاتية بالطريقة الكندية، تسوي في جميع المعايير المطلوبة في أول تعليق، نضغط على يكمل. إذا لاحظوا معي هنا إخوان أخواتي الكرام، بعد الضغط على إكمال ستظهر لنا هذه الاستمارة. تمت إضافة معلومات مباشرة أو تلقائيا من خلال السيرة الذاتية، يعني السيرة الذاتية يعني كمثال، ويتم وضع جميع المعلومات الخاصة بكم، بعض المعلومات ليس كل المعلومات، فقط المعلومات الأساسية. إذا سنقوم بإدخال كل من الاسم الشخصي والاسم العائلي ونكمل التسجيل. إذا سنقوم بإدخال الاسم الأول واسم العائلة. هنا نقوم بإدخال رقم الهاتف، تمت إضافة رقم الهاتف، يعني يتم إضافته تلقائيا. أيضا بالنسبة للبريد الإلكتروني، هنا نقوم بكتابة رمز السري أو كلمة السر. جيد، وهنا نقوم بكتابة عنوان السكن. ونقوم باختيار الدولة. جيد، لقد اخترت المغرب، ستجدون جميع الدول المتواجدة هنا. هنا نقوم بكتابة المدينة. هنا نقوم بكتابة الرمز البريدي، الولاية أو المقاطعة. إذا نقوم بتحديد أيضا اللغة المفضلة، لدينا العربية، الكمبودية، الكندية، الفرنسية، الكاثوليكية أو الأفريكانية. جيد، إذا سأختار سبيل المثال الفرنسية. تاريخ العمل، الموقف الحالي نعم أم لا. إذا كنت تعمل حاليا فستقوم باختيار نعم، وتقوم بكتابة اسم الشركة والمسمى الوظيفي وتاريخ البدء وأيضا
تقوم هنا باختيار المستوى التعليمي. إذا هنا سنقوم باختيار لا، يعني واضح إذا كنت تعمل حاليا تقوم بتحديد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. جيد، إذا هنا لدينا إذا كانت لديك خبرة سابقة في أي مجال تقوم بإضافة قطاع آخر. مستوى تعليمي، لدينا هندسة ثانوية، المهني، الفني، درجة الزمالة، درجة البكالوريوس أو ماجستير. تاريخ التعليم، نوع الشهادة، إذا هنا سنقوم باختيار درجة البكالوريوس على سبيل المثال، وهنا نكتب اسم ونحدد اسم الجامعة، التخصص الدراسي. نقوم بتحديد التخصص الدراسي، وهنا التخرج، نعم أم لا. جيد، نوع الشهادة، إذا هنا تقوم بتحديد نوع الشهادة الخاصة بك، الجامعة، التخصص الدراسي، إذا هنا أيضا تقوم بكتابة التخصص الخاص بك. جيد، هنا التخرج، نعم أم لا. وإذا كان لديك يعني مستوى يعني أو خبرة عفوا مستوى تعليمي آخر فستقوم بإضافة خانة أخرى وتقوم بإضافة المعلومات المتبقية. نقوم بتفعيل هذه الخاصية ونضغط على التعليم مباشرة. جيد، إذا نقوم بترجمة الصفحة إلى اللغة العربية. كيف سميتها هذا المنصب؟ إذا هنا سنقوم بإحالة موظف أو موقع عفوا وظائف ويسترون، يعني الموقع الرسمي للشركة، أو أي هل تم توظيفك لدى أو أي من الشركات التابعة لها؟ إذا سنختار لا. هل سبق لك أن قدمت لشغل وظيفة في أو أي من الشركات التابعة لها؟ إذا سنختار أيضا لا. هل أنت مرتبط بأي شخص يعمل حاليا في شركة ويستروك؟ لا. إذا عرضت الوظيفة متى يمكنك البدء في العمل؟ إذا سأقوم باختيار في الحال. هل أنت مخول قانونيا للعمل في الولايات المتحدة لأي صاحب عمل؟ إذا سأختار لا. هل تبلغ من العمر 18 عاما؟ نعم، ونضغط على التالي. إذا هنا كما تلاحظون إخوان رجاء تصنيف العرق الخاص بك أبيض أسود أمريكي من أصل إفريقي، إذا ستختار الخيار المناسب لك. يرجى تحديد جنسيتك، جنسك يعني ذكر أو أنثى، وهنا نقوم بالذهاب إلى الأسفل. يرجى تحديد حالتك المخدرة. أنا أعترف أنه على أنه واحد أو أكثر من تصنيفات المحاربين القدامى، أنا لست محاربا محميا، أنا مؤهل كمحارب قديم، أنا لست مخدرا. جيد، سنختار هذا الخيار ونذهب إلى الأسفل. أرجع تحديد الإجابة، نعم لدي إعاقة. إذا كانت لديك إعاقة ستقوم بتحديد بأنك لديك إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا سأختار لا ونضغط على التالي. إذا بعد ذلك إخوان الصفحة الأخيرة كما تلاحظون، سنضغط على موافق على سياسة الخصوصية والشروط ونضغط على التالي مباشرة. نقوم بترجمة إلى اللغة العربية. نضغط على موافق ونضغط من جديد على التالي. نقوم بترجمة إلى العربية من جديد. جيد، اعتبرني لشغل وظائف أخرى مفتوحة في ويستروك. نعم، إذا سنقوم بالضغط على قدم الطلب. ونقوم بالترجمة من جديد. استمر إخوان، سهل جدا، لقد قدمت بنجاح إلى مشرف إنتاج، إذا تم إرسال الطلب بنجاح. يمكنك العودة إلى قائمة الوظائف وإرسال طلب آخر لوظيفة أخرى، ويمكنك أيضا مراجعة الملف الخاص بك من خلال الضغط على ملفي. إذا إخواني أخواتي الكرام، أتمنى لكم التوفيق وحظ موفق، حظ سعيد للجميع. لا تنسوا إخواني، ستجدون جميع الرابط أو رابط التسجيل في أول تعليق، وأيضا فيديو يوضح طريقة إنجاز السيرة الذاتية بالطريقة الكندية. قدموا الآن إخواني، أتمنى لكم التوفيق، توكلوا على الله، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. لا تنسوا فقط دعمنا بلايك للفيديو ومشاركة في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.